العلم هو طريقة للتفكير أكثر مما هو مجموعة من المعارف، وهدفه هو الوصول إلى معرفة كيف يعمل العالم واستكشاف ما قد يكون به من تناسق وانتظام، وأن يتعمق حتى يصل إلى ما يصل الأشياء بعضها ببعض، بدءاً من الجسيمات تحت الذرية التي قد تكون هي المقومات الأساسية لكل المواد، إلى الكائنات الحية ثم المجتمعات البشرية، وانتهاءً بالكون بصفة عامة. وحدسنا ليس معصوماً من الخطأ، وإدراكاتنا الحسية قد تكون تشوهت بفعل نشأتنا وتعصباتنا أو بسبب أبسط، أي محدودية أعضائنا الحسية التي بداهة لا تدرك إلا جزءاً ضئيلاً من ظواهر العالم، حتى أن أرسطو وكل من جاءوا بعده تقريباً قبل زمن غاليليو أجابوا خطأً عن سؤال مباشر مثل: هل يسقط رطل من الرصاص أسرع من جرام من الزغب في غياب الاحتكاك بالهواء؟ فالعلم ينبني على التجربة وعلى الرغبة في تحدي المفاهيم الجامدة القديمة، وعلى رؤية العالم على حقيقته بطريقة منفتحة. وبذلك فالعلم يحتاج شجاعة في بعض الأحيان إلى الجرأة على الشك في الحكمة التقليدية. والوسيلة الأساسية للعلم هي أن يفكر بحق في شيء ما. أشكال السحاب وأطرافها السفلية المدببة التي قد تشاهد بصورة عرضية على نفس الارتفاع في كل أنحاء السماء، كيف تتكون نقطة الندى على ورقة شجر؟ أصل اسم أو كلمة ما، شكسبير مثلا أو فيلانثروبيك، أي المحب للخير الإنساني. أسباب تكون العادات الاجتماعية البشرية، كيف تتمكن عدسة من إحراق ورقة إذا وضعناها في مسار أشعة الشمس؟ كيف صارت عصا المشي تشبه في مظهرها فرع شجرة؟ لماذا يبدو القمر وكأنما يتبعنا ونحن نمشي؟ ما الذي يمنعنا من حفر حفرة تصل إلى مركز الأرض؟ ما تعرف كلمة أسفل في أرض كروية الشكل؟ كيف يتمكن الجسم من تحويل وجبة الأمس إلى عضلات وأوتار اليوم؟ إلى أي ارتفاع يصل تعريف كلمة أعلى؟ هل يسير الكون قدما إلى الأبد؟ وإذا لم يكن يفعل، فهل هناك معنى للتساؤل عما يوجد على الجانب الآخر؟ وبعض هذه الأسئلة من السهل الإجابة عنها، وبعضها وبخاصة السؤال الأخير هي ألغاز لا يعرف أحد إجابتها حتى اليوم، وهي أسئلة منطقية وطبيعية، وكل حضارة قد تساءلتها بصورة أو بأخرى. وفي الغالبية الساحقة من الأحوال كانت الإجابات بطريقة هكذا هو الأمر، وابتعدت محاولات التفسير عن التجريب أو حتى عن الملاحظات المقارنة الدقيقة. غير أن القالب العلمي للعقل يتفحص العالم بطريقة نقدية، وكأنما هناك عوالم بديلة أو أشياء أخرى وهمية، ثم نجد أنفسنا مضطرين إلى التساؤل عما نراه، ولماذا هو موجود هنا وليس في مكان آخر؟ لماذا تتخذ الشمس والقمر والكواكب أشكالاً كروية؟ ولماذا لا تكون هرمية أو مكعبة أو ذات 12 سطحاً؟ بل لماذا لا تكون غير منتظمة الشكل؟ ولماذا هذا التناسق في أشكال العوالم؟ فإذا ما قضيت وقتاً تنسج فيه النظريات وتتأكد من صلاحيتها وتطابقها مع معلوماتنا، وتبتكر تجارب لإثبات نظرياتك أو هدمها، فسوف تجد نفسك تشتغل بالعلم. وبينما أنت تنغمس أكثر وأكثر في تلك الأفكار، سوف يتحسن أداؤك لها. وعندما تتعمق إلى قلب الأشياء مهما كانت صغيرة، ورقة شجر مثلا، فسوف ينتابك شعور بالابتهاج
قد لا يتمتع به إلا الجنس البشري من بين كل الأجناس التي تعيش على ظهر هذا الكوكب. فنحن كائنات ذكية، واستخدامنا لذكائنا استخداماً صحيحاً يتسبب في شعورنا بالسرور. وفي هذا المجال نجد أن المخ يشبه العضلة، فعندما نفكر جيداً نشعر بالارتياح والفهم، وهو نوع من النشوة. ولكن إلى أي مدى نعرف حقيقة الكون من حولنا؟ وفي بعض الأحيان يلقي هذا السؤال أناس يأملون أن تكون الإجابة سلبية، فهم يتخوفون من كون يتم التعرف يوما ما على كل أسراره. وأحيانا نسمع تصريحات لعلماء يقررون بثقة أن كل ما يستحق أن نعرفه سوف نعرفه حالا، أو حتى أنه معروف الآن، أو يرسمون صورة للعصر الإغريقي أو البولينيزي القديم اللذين ذبل منهما بريق الاكتشافات الفكرية وحل محلها نوع من الكسل الواهن. وكل تلك الآراء قد ثبت خطأها بصورة جلية. والآن هيا بنا نتناول موضوعا أكثر تواضعا، ونبتعد عما نعرفه عن الكون أو مجرة درب التبانة أو أي نجم في السماء. هل نملك معرفة تفصيلية وجوهرية عن حبة الملح؟ لنأخذ ميكروغراما واحدا من ملح الطعام، ذرة يستطيع بالكاد شخص ذو نظر ثاقب أن يراها بالعين المجردة دون اللجوء إلى المجهر. ففي تلك الحبة يوجد 10^16 من ذرات الصوديوم والكلورين، وهو رقم يعني 1 وبجانبه 16 صفرا، أي 10 مليون بليون ذرة. فإذا ما أردنا أن نتعرف على ذرة من الملح فيجب على الأقل أن نعرف الأوضاع الثلاثية الأبعاد لكل تلك الذرات. وفي الحقيقة هناك المزيد مما تتوجب معرفته، مثل طبيعة القوة التي تربط بين تلك الذرات، ولكننا نتناول هنا حسابات مبسطة. والآن هل هذا العدد أكبر من عدد المعلومات التي يستطيع المخ استيعابها أم أقل منه؟ ما عدد المعلومات التي يستطيع المخ استيعابها؟ يعتقد أن هناك 10^11 خلية عصبية في المخ، وهي مكونات الدوائر والمفاتيح المسؤولة بواسطة وظائفها الكهربية والكيماوية عن وظائف المخ. ولكل خلية عصبية تقليدية حوالي 1000 من الأسلاك الدقيقة تسمى الدندريتات، تصل الخلايا بعضها ببعض. فإذا افترضنا، وهو أمر محتمل، أن كل كسرة بسيطة من المعلومات تقابل واحدة من تلك الوصلات، فإن العدد الإجمالي لكل المعلومات التي يحتفظ بها المخ لا يزيد عن 10^14، أي 100 تريليون، غير أن هذا العدد لا يمثل إلا 1% من عدد الذرات الموجودة في حبة الملح. وعلى هذا فإن الكون صعب المنال ومنيع لدرجة مدهشة ضد أي محاولات يقوم بها المخ لفهمه فهما كاملا. وفي هذا الصدد فإن كنا عاجزين عن فهم ذرة ملح فما بالك بالكون. ولكن لنحاول النظر بتعمق لهذا الميكروغرام من الملح. فالملح عبارة عن بلورة تحوي ذرات الصوديوم والكلورين موجودة في أماكن محددة سلفاً، إلا في حالة وجود عيوب في تكوين شبكة البلورة. فإذا نحن تخيلنا أنفسنا وقد انكمشنا بحيث ندخل إلى عالم البلور، فسوف نشاهد صفوفاً فوق صفوف من الذرات منتظمة الصفوف، وبها تبادل منتظم للذرات صوديوم كلورين صوديوم كلورين، محددة ملاءة الذرات التي نقف عليها وكل الملاءات التي فوقنا وتحتنا، وتحمل كل ذرة في كل بلورة ملح كاملة حوالي 10 كسرات من المعلومات، وهي كمية لا ترهق قدرات المخ على حمل المعلومات.
فإن كان للكون قوانين طبيعية تحكم سلوكياته بمثل الانتظام الذي يتحكم في ذرة الملح، فإن من البديهي أن يصبح الكون قابلاً لأن يعرف. وحتى بفرض وجود عدد كبير من مثل تلك القوانين كل على درجة كبيرة من التعقيد، فإن الجنس البشري قادر على فهمها كلها، وحتى لو تعدى حجمها قدرة المخ على حمل المعلومات، فسنستطيع أن نخزن المعلومات الإضافية خارج أجسادنا في الكتب على سبيل المثال أو في ذاكرة الكمبيوتر، ونبقى بصورة أو بأخرى على دراية بالكون. ومن المفهوم أن أفراد الجنس البشري تحدوهم رغبة عارمة لاستكشاف الأنظمة المتناسقة والقوانين الطبيعية. والبحث عن القواعد، ويسمى العلم، هو الوسيلة الوحيدة لفهم هذا الكون الشاسع والمعقد. والكون يجبر الذين يعيشون فيه على أن يفهموه، وتلك المخلوقات التي تنظر إلى الخبرات اليومية وكأنها مجرد اختلاط مشوش بغير نظام دون إمكانية التنبؤ بالأحداث هي في خطر ماحق. فالكون ينتمي إلى أولئك الذين لديهم تصور له ولو بصورة جزئية. ومن الحقائق العجيبة أن هناك قوانين للطبيعة، وهي قواعد تلخص بصورة ملائمة لا كيفا فقط بل كما أيضا كيف يسير العالم. ونستطيع أن نتخيل كونا ليست به مثل تلك القوانين، حيث تتعامل 10^80 جسيمات أساسية في فوضى عارمة. لكي نفهم مثل ذلك الكون نحتاج إلى مخ حجمه يماثل على الأقل حجم الكون نفسه. ومن غير المحتمل أن يحوي مثل ذلك الكون القائم على الفوضى حياة أو ذكاء، لأن الكائنات والمخاخ تحتاج إلى درجة من الاستقرار الداخلي والنظام. وحتى في كون أكثر عشوائية، لو وجدت كائنات أكثر ذكاء منا فلن يكون عندهم معارف كبيرة أو عواطف أو سعادة.